مرثية الفقيدة الغالية، فقيدة الصبا مايا جهاد البعريني، مهداة من والدها جهاد البعريني إلى روحها الطاهرة. كلمات الشاعر سلمان زين الدين، تسجيل استديو مصطفى عبد الرضا، مونتاج عبد زيون، أداء حسن علامة. ما يا سرقها الموت عبكي، وبالمدرسة رفقاتها اشتاقوا، وكتير عم يبكوا عليها كتير، وما عاد هالرفقات يتلاقوا. ما يا سرقها الموت عبكي، وبالمدرسة رفقاتها اشتاقوا، وكتير عم يبكوا عليها كتير، وما عاد هالرفقات يتلاقوا. مين القدر عالناس بيردو، بيعمل شو بدو بمين ما بدو، الإنسان عم يعطيه زوج عيون، يمكن تيبقى الدمع خدو. يمكن يا مايا القبر راح ببال، الختيار حامل بالقلب همه، لكن شو ذنبه هالصبا ما زال، مات الصبا والضحك عاتمه، عالمدرسة بيك جو فزعان، بنتك مريضة كتير قالولو، ومتي عقيدو يا ورد نيسان، هال الورد يا طواب غنولو. امك يا مايا عم بتستنى تشوفك عروس بصهرة الحنة، وبيك تمنى تاخدي شهادة في هالعلامة مثل ما تمنى. ومحمد خيك مجروح يا مايا يا روح الروح، ودمعة ماريا ومحمود تنزل لكن ما بتروح. ومحمد خيك مجروح يا مايا يا روح الروح، ودمعة ماريا ومحمود تنزل لكن ما بتروح. متي يا صغيرة هالبيت، متي ولو وعدي أهلك، نام بقبرك عالسكيت وفي بابرك عمهلك. متي يا صغيرة هالبيت، متي ولو وعدي أهلك، نام بقبرك عالسكيت وفي بقبرك عمهلك. صوت بأمك أصلاً أمك مش رح تندهلك، قديش غياب الأحباب فينا جروح بيستهلك. الصوت بأمك أصلاً ده، أمك مش رح تندهلك، قديش غياب الأحباب فينا جروح بيستهلك.